حاليا خو الاثمنه طاح كل سيمانه الارتفاع، كل سيمانة يعني في شهر رمضان يمكن يبدو يشمر 130 درهم 120 درهم. حاليا القدره الشرائيه للمواطن واش يتقدي شاه؟ قال الله يكون في عمره ما يخدم 500 درهم واش يتقدي شاه؟ الموظف يا بحال مليون 500 يشهر واش يتقدي شاه؟ السبب هو الكتيب التقريت، فهمت؟ يندوز ندو قريران يا حوريين ندو قريران، فهمت؟ يفجحنا الدار انا الطاس نعرف يغراث، فهمت؟ واش نهار يفجحنا تقدن واش ما تقنا مثلا ونتو تقن 100 200 نهار مثلا يتقغى غا 20 30، فهمت؟ اما راه اخر خويا بوبري واش ما يشكسهم 6000، فهمت؟ هاي الضار نشي نعاود اكسوم 6000 توغا قبر توغا مثلا 75 درهم 170 درهم توغا بعد الحمد لله انت ودي شويه البركه دوينا. اما العرارة راه 9000 فهمتني غلا واش انت اخميني تبدل 8 ذو فهمتني غلا فجح ذو المستهلك يقول لك الله يحسن عاون وز ما غادي يسخي ندوز كيلو نقسم 6000 راه كيف رخيص لا تقصص. الروج الخويا ينقص لي سيمانة 30 كورة خوز شن شهرين كورة ينقص شوية تاع الروج بوكي غرا شوية توكسوب خوذ متواري در خويا ودر يندوزي ودر 9000 فرانك غير مية حوريني شاني قد 10000 يعني توي يندوزي سكوا 8000 ومن بعد يقد 8000 وخصمي ولكن ميتو سيامو عني توي قد 8000 احوري توي قد 200 دور الخويا يندوزي قد 9000 احوري قد 10000 السبب الغلاء هو النقص ونزع ويجيبو تير ويجيبو ونزع يطس رخو حتى الاسواق الطس وتعمان شا تو غمر السوق تفغاس 150 ويندوز رخو غاس تيفو 150 تفغاس 40 مرا يطس عاد تمن دي كلشي يعني واه ديت تي ديت تي 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 بجزارة غبار كينا سيجي غير 100 شنو غا 200 دور ولكن يودي شا يا حوري شي نصور خو حوري مونيشان مش تواجد احوري نيشان يقاث 10000 من هي خو نخزا ديس كرسي من هي تحيا عني كرسي من كل من ودفع السوق نخزا ديس يعني خويا يندوز مرة صغيرة يجو يندوز صغيرة موارس مليون و 500 سي من يعذون دوم بس نصغيس مليون و 600 تحيا عني عزي سرا عندن يمكن بقريدي وضر 12000 من 15 هذي يعني عاد شي نتمنى ان شاء الله اذور غث هذي يعني هو يخني غام السبب نزاولو ويوذن عاوتاني وقيم شت قنت فجحت الطس وني تغوي تقن 200 300 حوري خويا سبب الاعلاف يغرير عرف المتضرر هو المستهلك ذي الفلاح افجح ذي المستهلك يقول لك الله يحسن عاون وز ما غادي يسخي ندوز كيلو نقسم 9000 راه كي غرا خاص ذا الطس خاص نتمنى ان شاء الله اديري شويه اديري ونزع اولا نتمنى ينزع ان شاء الله ادف ذي شويه الثمن مليح واه كلشي خرا عرف واه كلشي ما عليك يتسمى عرف يا خسير يا كسوم يا خس كي عرف يغرى يفجح عني ندي 6 8 فوا قياني كون هاي يعني وتجي يعني عادي تسمى من مد كان انت 30 درهم 40 درهم يعني تمشى غزازي 6500 نهار يسكت 9000 بقري فهمتني غير 200 دورو فهمت يعني يمكن هذه يعني الله اعلم بعلم الله ستساوت يعني وتقوى باش عاش تفرح فهمت مع سواق الخو حتى الكسيبت وتجي شي يطس فهمت واش زمان هي يمكن يزي معني يعني الازهار واه وديري يا ديري كل شيء ديري تسمى ما يا خو على حساب اللي غير يتجن خو سي سر رمضان الله اعلم بعلم الله يمكن هذه يعني عاد لا يعني 75 دي 100 يعني وكسوم فهمت اي بودار هذه 13 يمكن 14000 فهمت 130 درهم 140 درهم مش غير خو غزا يعني بشحال يوض وكسوم الخو فهمت الخو تجي لنا ضواه دمار يعني ري غريه وتجيبوا لنا ضواه يعني مره المغربي كمر يعني ديش وكسوم فهمت السبب هو الكسيب التقريت فهمت يندوز ندو قريران يا حوري ندو قريران فهمت يفجحنا الدار انا الطاس نعرف يغراث فهمت واش نهار يفجحنا تقدن واش ما تقنا مثلا ونتو تقن 100 200 نهار مثلا يتقغى غا 20 30 فهمت واش ذو هذا السبب يزي ينقارض شويه المال فهمت واش ذو هذا السبب يزي نشينا يقعدوا كسوم واه رخو مدام غير غوت مين المتضرر راه الشين بعدا الشين ذي مزور ديري غراوات فهمت متيري شويه نهار خاب نشين تاوي شويه تفجعي تاوي شويه وني تاوي نعاود تما الحمد لله بوبري توزان دوينا اما راه اخر خويا بوبري واز ما غاديش يكسوم 6000 فهمت هاي الضار نشتي نعاود اكسوم 6000 توغا قبر توغا مثلا 75 درهم 170 درهم توغا بعد الحمد لله انت ودي شويه البركه دوينا اما العراره 9000
فهمتني غلا واش انت اخميني تبدل 8 ذو فهمتني غلا خطاسني ودا القانص قزان يعني شي نون عني والو فهمت ناري ندوز ديها نيت يقارش مليون مليون و200 ندوز والو فهمت مش غيدوروني غتجي شي الاستطاعه قضي وزعي وي بوبريت المساكين مدام غيني خوت سي ربي العالمين يدغي يسكن لوط في النسوه هاي النوا والله ايوا هني دام غيني غني غتجي تما الامكانيات قضي صغيكسو نهار ما بوبري ما غيكسو 12 ريال 13 ريال في سيغس انس واش مش حاجه هذيك ويت غيسخن بوبري 400 دور نهار ما واش ما في صغو واصغي قارب فهمني غلا باش سي ربي ان شاء الله تا سي ربي يغيفكنا الازمه ياوها والله العظيم حاليا تواريخ باللي الاثمنه ويسم يعني كل اسبوع مده الاسبوع زي يعني 50 درهم كل سيمانه يعني 50 درهم يعني حاليا يعني الثمن هذا غير الثمن تقريبا اي ندوزيو تقريبا 120 درهم احوريق يعذو قاع الثمن ويجي قاع لي السوق احوريق قليل نادر حتى في جمع نيوغي مثلا نتعاون غارصاص واش تجي الشام حاليا نافع في السوق والو حاجه قليله واه يعني طاح المعرفه فوسغه وفوسوه حاليا خول الاثمنه طاح كل سيمانه الارتفاع كل سنة يعني في شهر رمضان يمكن يبدو يشمر 130 درهم 120 درهم حاليا القدره الشرائيه للمواطن واش يتقدي شا قال الله يكون عندنا يخدم 500 درهم واش يتقدي شا الموظف يا بحال مليون 500 يسا واش يتقدي شا واش ما ليش غيشم اي انسان عادي واش ما حتى السين خو قنغ يعني قنغي الخطر كيف من هنا ومن السين ضرورين كاملين من ضروري يعني اخوان السين واش ما سما تسحق اثمنه المواطن وغاسل القدره في مجالس غدكني اولا السبب من التواريخ تلاحظ لان حتى افتزاح يعني ذي القرويين سنتون قاضي مدرسة المعلومات وقاس الهجرة القرويين غير المدينة بالطبع الكلمة يفقد المدة يقيت فضي 22 جميع يفتزح القرويين وغاس نسى السنة الدوله نتعاون وجهن غيعاونا إذا قيمني هنا وجهن غيعاونا خصان سمحن دي فتزحت فاوان سن كانت سمحن دي فتزح وسن دغاث ندين يقيم الخصاص يعني خاصة ذي الجهة القروية والو وجهن يعبن الكسيب ذي ندوزن ذي حورين يوذني حد حاليا النقطة يا الدولة وتعيوين سنسمح اذا من السن جام ضروري حاليا اذا تغتس ديودان خويني غاس شويه تميز تقن الاستيراد يندوز سي برا ولكن حتى الدوله فرض خاص نيزن الشروط تقصح دي تي فيا دي الضرائب ويندوز مثلا يندوز تو يندوز 500 كيلو يتخضى 23 دي 100 يعني بمعادل 230 فرنك ويندوز قاميون كسي 80 ويندوز ديك السوق قاميون اذا انت واحد ثاني تلقاو فين ثمني يعني المواطن السن يعني نخنقوا السن ولا بد نعاني قوز ما نخدمش خصها الدنيسه بالنسبه خوما بالنسبه مي تغيا يسمي خص تغيا الروز ذو قرير حاليا مي يسمي يقعد الروز كاين الحمد لله ونقص اللوز ما نسخرقي الروز كاين يسم تا وانتي وذان يخدم الى غير ذاك لان اقليم النضه معروف يعني هنا اغلبيه كثار اللحوم واخا هذه وذان قاس بالله اغلبيه تمين غيسمو ولكن هنا يسم تتنت تا وين يزل المقدار تتنت بالنسبه حاليا خو من دم غينير حاليا انت سي الدوله سي الحكومه اتخذ الاجراءات بس اتحد ذي السعر ذا واش واش كاعي لان قايكوا وثانيا ندير المعلومه ان حتى جروبا غاس نقيس نقطه غاس نيسم يا خويا يسم يقعد يوز الثمن صغاري في ميلين ذي هولندا ما تسقسي غديني قال شي يسم زاد واحد زاد غير 6 يورو خويا تمزاوي يسم ديني يعني 10 يورو 11 احولي كذلك 15 يورو كوسي يعني ني تقني سن معلومات ني غاس جروبا وكتان شي يسم مع ذلك كوسي يعني هو الخاصه شي غنغ المشكل وما تقي المواطن الدار شلون صدار الكيس لان المواطن ما غير في يسم يغرق وخا في الشيخ شاع ولا تسمر الشيخ غمود باللعب هو يعني الخصائص غان غذني تيران سين تا الدولة تاخذ سن الإجراءات يعني باش تساهم تحدي يسمو يد قعيد تمن هذه هو النقطة الأهم هي أتعاوني في تزاحن هاكيش نتعاوني في المعاونة الطن قران باش كي نغبد النيني باش اللي التمذيل عرف باش حتى العرف تاع الدور المهم يغرى بالنسبة صغاري الكورينو وخويا صافي يعني تو عايشني حرام وزر خاصني لأن أصلا ويدي تكويسا وغا من دغيغوص